السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه عامله لكم جوله جامده في شاطئ الغرام في مرسى مطروح. خليكم معايا، هوريكم شاطئ الغرام حته بحته، وهعرفكم كمان تذاكر الدخول بكام، والاطفال بتدفع ولا لا. هتعرفوا كل التفاصيل في الجوله اللي انا عاملاها لكم في شاطئ الغرام. هو شاطئ روعه، اكتر من روعه كمان. هوريكم بقى الصخور اللي ليلى مراد صورت عندها الفيلم، وهوريكم حاجات جامده فيه، وهوريكم الشاطئ اللي احنا برضو بتنزلوا فيه تعوموا فيه. فخليكم معايا. دي البوابه بتدفعوا التذاكر بره، تذكره الفرد ب 50 جنيه. الاطفال اقل من 10 سنين فري، يعني ما بيدفعوش تذاكر، اكبر من 10 سنين بيدفعوا تذاكر. وانتوا بقى لو مجموعه كبيره، مجموعه كبيره يعني قوي، فممكن تتفاوضوا معاه ويقلل لكم شويه في سعر التذاكر. هم ناس بصراحه محترمه تتفاوضوا معاهم. يعني هنا بقى ده مسرح على ايدكم الشمال، انتوا بتدخلوا كده. يعني احنا دخلنا خلاص من البوابه، هو كبير جدا. قبل ما توصلوا للشاطئ اللي انتوا هتعوموا فيه، في مسافه كبيره، مسافه جامده كده. فعلى ايدكم الشمال هنا اول ما تدخلوا من البوابه مسرح ليلى مراد، تمام. وعلى فكره اصلا دي عباره عن شاليهات، وممكن تاجروها باليوم وتقعدوا فيها. في القعده ورا برضو يعني جامده قوي. هنا بقى ساحه كبيره كده، ده في طريقنا للشاطئ. احنا بتدفعوا التذاكر وتدخلوا على حسب عددكم وعدد دفع التذكره، بيديكوا كرسي وترابيزه وشمسيه على حسب العدد. على العدد عدد كل واحد بيديله كرسي. يعني دفع التذاكر بتدفعوا بره التذاكر، وبيدوكوا على بتحتفظوا بالتذاكر. واحد يرمي التذاكر في اللقطه دي بقى، يعني تخلوا التذاكر معاكم. بتمشوا بقى مسافه كبيره زي ما انا قلت لكم، مشينا كتير يعني بصراحه علشان نوصل للشاطئ. الشاطئ زي ما انتم شايفين كده في الوش، لكن على ايديكم الشمال بقى للتصوير هم عاملين صور زي ما قلت لكم، في شاليهات ان انتم بتاجروها زي نظام فنادق كده، تمام. وفيها حمامات وفيها كل حاجه. في الوش بقى الشاطئ اللي انتوا ايه هتأجروا فيه، هتقعدوا في الشمسيات. هنا بقى في واحد قاعد يبيع، واحنا في طريقنا للشاطئ. دي حاجات جميله، حاجات بدويه كده معموله هاند ميد، بس بصراحه اسعارها جميله، يعني مش سياحيه. يعني لو دخلتوا اي حاجه في القاهره هنا بتلاقي الحاجه ايه اسعارها سياحيه شويه، لكن بصراحه ربنا اسعارها يعني يمكن رخيصه كمان، وكمان رخيصه عن شارع اسكندريه، عشان بعدها نزلنا شارع اسكندريه كان في حاجات شارعين حاجات من هنا، هي نفسها غاليه يعني 5 جنيه 10 جنيه، بس اغلى في شارع الاسكندريه بصراحه. الحاجه هنا على الشاطئ رخيص. انا بقى كنت عايزه اشتري طبله، بحب الطبل او مش عارفه ليه. المهم دي بقى حاجات مصنوعه من الفخار، اللي هي بتاعت القهوه اللي بتعملوا فيها القهوه، وفي مجات وفي طواجن وفي قله، بحب القله القوي. دي طواجن بالغطا بتاعها، وفي لعب اطفال كمان. احمد كان عايز البلابل، لعبه البلابل دي. المهم لحد دلوقتي لسه ما وصلناش للشط، فاحنا كنا عايزين ناحيه الشمال كده نروح نصور الصخور. فزي ما قلت لكم قلنا نروح نستلم الشمسيات الاول والكراسي، الشمسيه والكراسي، ونفطر عشان ما كناش لسه فطرنا، ونملى بطننا كده ومعدتنا عشان نلف كويس. وبعد كده بقى اوريكم الصخور. خليكم معايا، احنا اخيرا اهو وصلنا للشط. ما صورتلكوش المسافه، بس مسافه كبيره على فكره، تمام. وصلنا للشط، قلنا نقعد قصاد بقى بتاع الايس كريم ده عشان يبقى مكاننا معروف كده، العيال ما تتوهش. فتدخلوا كده اهو، احنا دلوقتي في طريقنا للشاطئ. الشاطئ زي ما قلت لكم في الوش، وعلى ايديكم الشمال تكملته، على ايديكم الشمال كده، على ايديكم اليمين يا رب سوري، انما في ناحيه الشمال، ناحيه ايديكم الشمال وانتوا داخلين دي الصخور. زي ما قلت لكم في فنادق وفنادق، يعني مكان كده ممكن تباتوا فيه، يعني تأجروا يعني كابينات زي كابينه كده. المهم دلوقتي رحنا عند الشاطئ اهو، ده الشاطئ بتنزلوا فيه عادي ومجهز، ما فيهوش صخور وما فيهوش اي حاجه، واي حد بينزل فيه زي ما انتم شايفين. بتدوروا له التذاكر اللي انتوا قطعتوها من بره، بيدوكوا ايه الكراسي، وبيدوكوا الشمسيه، وبيسلمكوا كل حاجه. فاحنا دلوقتي استلمنا الكراسي واستلمنا الشمسيه، قعدنا بقى نفطر. زي ما قلت لكم لازم نملى بطننا وكرشنا الاول عشان نعرف نلف. ففطرنا وقلنا بقى نروح نصور، فسيبنا العيال الصغيره مع مام شريف، قال سيبوهم هنا عند البحر، هم اصلا البحر واحنا رحنا.
هما نزلوا البحر اصلا، فقلنا الحمد لله ان هما ما جوش معانا، لان هناك المنطقه خطر شويه على الاطفال، يعني لو معاكوا اطفال يعني بصوا هتبقوا على اعصابكم عند الصخور. انا دلوقتي في طريقنا للصخور، رحنا احنا الاربعه بس، رحت انا واختي وجنة ونور بس، قلنا بقى نصور كده في لعبه هي بتنزلك على الميه، الميه دي ضحله يعني هي جايه من البحر، اوريكم المجرى بتاعها جاي من البحر من على ايدك الشمال كده، وعامله ميه كده عامله زي بسين. والاطفال بيعوموا فيها على فكره، بعد الدور كده لقينا في اطفال كتيره بتعوم فيها والميه كتير. احنا قعدنا فيها اصلا ميتك انا كنت خايفه، او الميه فيها بتبقى جميله، انا كنت خايفه امشي فيها لاني كنت لسه اول مره اروح، وجنة مشيت فيها وعدت منها، قلت لها انا مش هعدي منها لحسن رجلي تغرس كده، انا جبانه بصراحه، قلت رجلي هتغرس كده اروح جايه واقعه ولا حاجه، فقلت لها انا مش همشي منها، انا هلف كده واروح عند الصخور كده ايه من طريق البر بلاش البحر. المهم كده ايه، ده الشط وده اخره، ده اخر الشاطئ اللي هو انتوا فيه شمسيات وبتقعدوا فيه، ودلوقتي رايحين على طريق الصخور زي ما انا قلت لكم، انا بصوركم كل حاجه بالتفصيل، فخليكم معايا ما تتهوش، يعني على ايديكم اليمين ايه الشاطئ اللي احنا بنعوم فيه والشمسيات، على ايديكم الشمال هوريكم الصخور بقى، مناظر روعه روعه روعه، مناظر حلوه قوي، سبحان الخالق وسبحان من خلق. ده اخر الشاطئ زي ما انا قلت لكم، انا بجيب لكم كل حاجه بالتفصيل، واللي عايز يستفسر على اي حاجه في الاسعار التذاكر او الاطفال او كده يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليه ان شاء الله. دي ميه ضحله زي ما انا قلت لكم جايه من البحر، وميه جاريه يعني ما تخافوش ان هي دي ميه مش وحشه، يعني ميه حلوه. بصوا بقى الحته دي غير امنه للاطفال في اخر الشاطئ كده، عشان كده مش حاطين فيها شمسيات لان فيها صخور كتير، دي بدايه الصخور ونهايه الشاطئ بتاع العوم زي ما انتم شايفين اهو، بتتصوروا فيه بقى مليانه صخور، ده اخر الشاطئ زي ما انا قلت لكم. انا عايزه اقول لكم ان انا انبهرت بمنظر الصخور ومنظر البحر، البحر في مرسى مطروح مختلف تماما عن اسكندريه، انا وعن يعني سبحان الله اسكندريه وكل الاماكن اللي واقع على البحر المتوسط ميتها عادي، تحس ميه البحر عادي، البحر هنا في مرسى مطروح تحس ان هو متقسم كده حتت سبحان الله، الشواطئ متقسمه ثلاث حتت. والله شوفوا ميه كده، بصوا متقسمه ازاي، شوف الشكل من بعيد تحس حتت زرقاء وفاتح وزرقاء غامق سبحان الله، اغمق قوي. فهنا اهو ده نهايه الشط زي ما انا قلت لكم، ما تتوهوش مني، بنت جنى بقول لها تعالي تعالي، انا سبقتهم بقى عشان اشوف هو في ايه، بس بصراحه ربنا كنت مرعوبه حرفيا، انا كنت ماشيه حافيه ما جبتش الشبشب معايا، وجنى بتوريني الشبشب بتقول لي طب خد الشبشب مني، فانا ما رديتش، قلت لها انا حاسه ان انا هزحلق فخليني كده وخلاص، ففضلت ماشيه حافيه والصخور كانت سخنه شويه. المهم ان احنا رحنا بقى عشان ايه نصور، صورنا شويه صور حلوين، ما رضيناش ناخد الاطفال، وهم اصلا نزلوا البحر زي ما انا قلت لكم يعني مش عمدا، ما خدناهمش عمدا، بس انا قلت الحمد لله الحمد لله ان انا ما خدتش اي حد معايا خالص، لان كل شويه تلاقوا حد وقع وحد مع تعالوا هنا مش عارفه ايه. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، اللي يروح عند الصخور يحاذر لان ما فيش شط، يعني لو اي حد وقع في البحر ما فيش اسمه ايه ده، يعني تروح منكم البحر على طول، مفيش طول مفيش طول، يعني اللي هو على الناحيه دي اهي مفيش طول خلاص، لازم يكون بيعرف يعوم، والموج اصلا عليه قوي، وفي موج الموجه بتطلع عليكم وانتوا واقفين، يعني هنا في موج ناحيه الصخور كده في موج عالي، فبلاش الاطفال تروح على الناحيه دي. انا كل ما اروح قدام شويه ماما تفضل تزعق لي تقول تعالي هنا، انا كل شويه صوت من جنة، كل شويه تعالي يا جنة تعالي، جنة عايزه تروح قدام خالص، وانا خايفه تتزحلق وتقع، وهي اصلا ايه عمها قليل يعني مش هتعرف، مش متمكنه في العوم، وكل شويه بقى تلاقي موجه كده ممكن توقع اللي قدامها وممكن تسحبه في سحب، بصوا الميه عامله ازاي، وكل شويه كده تبصوا تلاقوا بركه ميه، بس الميه دي زي ما قلت لكم من البحر، يعني ميه حلوه مش اللي هو الوحش، بصوا عامله ازاي يا جماعه، ما فيش طول اللي هيزحلق، ما فيش طول، انت اصلا ما كنتش معايا. انا دلوقتي بمنتج لكم الفيديو، عايزه اقول لكم ان المنظر كان روعه، اقسم بالله التصوير ظلم الطبيعه، الطبيعه حلوه قوي، ومنظر البحر ومنظر يعني الصخور، يعني اللي وقع ما يعرفش حد ينتظر. جنة اتعورت في صباع رجليها، وكل شويه تلاقوا برك كده حاسب، يعني نروح هناك يا حاسب، كل شويه تلاقوا بركه كده غويطه سنه، يعني رجلك ممكن تنزل فيها كده فجاه، اهي زي البركه اللي في الارض. يا جماعه احنا لقينا تابوليا،
نور كل شوية بقى يلاقي كابوريا، محتز بالكابوريا اللي موجودة في قلب الجحور اللي في الأرض دي. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، أقسم بالله التصوير ظالم الطبيعة، سبحان الخلاق وسبحان. شوف البحر عامل إزاي، شوفوا منظر البحر، يعني الحقيقة يعني غير التصوير خالص. في الحقيقة حلو قوي، أحلى أحلى المنظر حلو قوي أصلا قوي. عايزة تقوم قدام البحر. إحنا فضلنا ساعة ونص نصور، تخيلوا إحنا سايبين العيال وفضلنا ساعة عند الشمسيات، وفضلنا ساعة ونص بالظبط نصور واحنا مش حاسين بنفسنا. في الاخر خالص بقى قلت لهم يلا عشان العيال وكده، لسه لحد دلوقتي ما رحناش عند الصخرة الكبيرة. دلوقتي بوريكم ايه من اول الصخور كده، يعني من اول الشاطئ وانتوا طالعة بقى على برة، وانتوا طالعين على برة على مسرح ليلى مراد بس من الناحية التانية. فعايزه اوريكم المنظر اهو من بعيد، شوفوا عامل ازاي، منظر حلو قوي اصلا، منظر حلو وحلو. سبحان الله سبحان الخلاق في مناظر. يا بنت هتعملك يا بنت بالمقص بتاعها، جالنا جماعه هبله وبتجيب الكابوريا بايديها بيدوروا على كابوريا. انت يا بنت ايه هتلاقي جد، يلا يلا بيدوروا على كابوريا. انت بتعمل ايه يا نور؟ بتدور على كابوريا؟ ما هي كانت موجوده قدامه في اتنين يا بنت، تقعدي هتقعدي تورس تورس بالمقص بتاعك. شوف الجمال، حاجات كتير هسيبها لكم بدون مونتاج وبدون حذف، يعني على طبيعتها كده. لو لقيتوني ما بتكلمش البحر جميل، بصوا ميته عامله ازاي، وهنا الموج عالي، الموج الناحيه الثانيه دي من ناحيه الشمال الموج عاليه بجد وبتسحب. بصوا لقينا بيبقى لانش. على فكره يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت، مش عارفه انا نزلت حلقه البدال نزلتها. بصوا احنا ركبنا البدال وفضلنا نمشي بيه لحد ما روحنا وسط البحر، احنا اصلا لقينا نفسنا في وسط البحر من غير ما نحس، هنا بيعرف يعوم اصلا من غير ما نحس، لقينا نفسنا في وسط البحر ومش عارفين نرجع، والعيال عايزه تنط في الميه وانا بقى صوت والله العظيم بجد زي ما بقول لكم كده. فانا يعني تابعوني وهتلاقوا الحلقه دي، والكاميرا كانت مفتوحه وكنت عماله هزق العيال وعماله مفيش طول يا مفيش طول. المشكله ان احنا ما بنعرفش نعوم واحنا في وسط البحر، من ساعتها وانا مرعوبه وخايفه اركب اي حاجه. وانا بعرف اعوم بس لازم يكون في طول، لازم مش متمكنه انت في وسط البحر، لا لازم احسس نفسي بالامان. ايوه كده. المهم وكان معانا العيال الصغيره، فانا ان شاء الله هنزل لكم حلقه البدال دي، وانا عماله ازعق بس هحذف منها حاجات عشان شتمت عشان كنت عماله اشتم في العيال، هحذف بقى حته الشتيمه دي. واحنا بنبص لقينا نفسنا بعيد ماشي. احنا دلوقتي خلينا في شاطئ الغرام عشان من ايه ما نحرقش الحلقه بتاعه البدال. فانا من ساعتها وانا متعقده، عمالين يقولوا تعالوا نركب لانش بس انا مش راضيه. بعد ما كنا خلاص خدنا الورقه وكنا هنحجز وتمام واتفقنا مع الراجل وكل حاجة، بعد ما حصل لي كده في البدال قلت اقسم بالله ما هركب لانش ولا هركب حاجه في حياتي في قلب البحر. انا اصلا بخاف من الميه، انا مش راضيه اركبها لجنة ونور، لان في ناس كانوا يغرقوا بالموزه، وانا برضو منزله شورت سكين انا مصوره الناس يعني هي اصلا الموزه بتيجي في الاخر كده ويعمل حركه يقلب اللي على الموزه، هم لابسين لايف جاكيت بس برضو مش امان، لان في ناس كانت هتغرق قدامنا. كانوا ثلاث بنات ومعاهم اخوهم هو الوحيد اللي بيعرف يعوم، وكانوا هيموتوه كمان، يعني هو الوحيد اللي بيعرف يعوم، فانقذ مراته ومراته كانت هتغرق، واثنين اخواته بنات برضو ما كانش عارف يعمل معاهم حاجه هم الثلاث. فمحدش لازم اللي يركب اي لعبه في البحر يكون عنده قابليه، ايوه يكون بيعرف يعوم، حتى لو ما بيعرفش يعوم قوي يكون ما بيخافش عشان يعرف يتصرف وينقذ نفسه. فخليكم معايا وكل واحد يروح البحر يخلي باله، لان البحر غدار، البحر ملوش صاحب، لازم يحافظ على نفسه وما يكونش متهور. يعني مثلا الصخور دي اللي احنا واقفين عندها دي، يعني فجاه ممكن فجاه كده لو رحتوا للاخر رجليك تفلت وتيجي، زي ما قلت لكم مفيش طول، لازم تكون تعرف تعوم، حتى بتعوم يعني تكون بروفيشنال في العوم، مش اي حد اللي هو ينزل هناك كده. ولو معاكم اطفال يعني يا ريت يا ريت تسيبوهم على الشاطئ وما تاخدوهمش معاكم في الصخور دي، لان في ناس متعوره، وانا لقيت دم على الارض، دم غزير، اسألوا جنة بس انا ممنوع قوي. اليوتيوب ان هو انا اظهر الدم في اليوتيوب عشان هيجيلي مخالفة، فعشان كده ما انا صورته بس حذفت الصخور اللي على دم
اقسم بالله انا بصور ومقربه، يعني انا واقفه بعيد وبقرب الكاميرا يعني بعمل زوم كده عليهم وخايفه اروح هناك، عمال يقول انت جبينه من خاف سلم. انا بصراحه ربنا اصلا ما بحبش الميه وبخاف من الميه. انا كنت عايزه اطلع قدام شويه بس ماما مش انا مش راضيه، عايزه تطلع قدام هنا، بصوا هنا عايزه تطلع قدام خالص كده، والموجه بتروح جايه بيه وممكن توقع اللي قدامها، ممكن في لحظه تلاقوا نفسكم وقعتوا كده واتزحلقتوا في قلب البحر نفسه. وهنا زي ما قلت لكم اصلا ما فيش طول خالص، زي ما انتم شايفين كده جنة بقى مقضيها صور، عماله تتصور وكانت خالتها معاها. انا اصلا بخاف زي ما انا قلت لكم، ما قربتش خالص وانا واقفه بعيد وبعمل لهم زوم كده واصور. انا بحب اقف قدام البحر كده يبقى فيه هدوء كده. يا جنة برضو لازم الانسان يتصرف بعقل، مش اللي هو بهمجيه ويروح في اي مكان. احنا لسه بنتعرف على المكان، ما ينفعش ان احنا نتصرف بهمجيه ونروح كده في، يعني نروح على البحر كده ونروح في الصخور والكلام ده، ماشي. فدلوقتي عايزه اوريكم برضو المنظر، المنظر خلاب والتصوير ظلم الطبيعه هناك، يعني لو رحتوا هتنبهروا. بقول يعني فضلنا ساعه ونص ان احنا بنصور، عمالين نصور بس، عمالين نصور الصخور ونصور الحتت العاليه. انا طلعت واحنا بنصور انا بطلت التصوير جنة عماله تصور على تليفونها، وعماله خالتها برضو عماله تصور، ونور عمال يصور، كلنا عمالين يصوروا بقى صور، وانا كنت بصور فيديو وساعات اصورها كده صور عاديه، هبقى انزلها على الانستا ان شاء الله. صورنا شويه صور حلوين هنزلهم على الانستا. بص انا طلعت فوق هنا، طلعت باعجوبه. والله العظيم في صخور بتبقى مزحلقه خالص كده، مش ان انت تقف عليها، تبقى تقف عليها خلاص هتاخد من كتر الميه زي البراق كده، من كتر ما الميه عليها فهي خلتها مزحلقه زي السيراميك كده، ممكن تقع. فكل اللي يروح هناك يا جماعه يخلي باله من نفسه ويخلي باله من الاطفال قوي، ويا ريت ما فيش اطفال هناك عند الصخور. زي ما قلت لكم لقينا دم ولقينا حاجات كده. فبصوا انا وقفت فوق الصخره الكبيره دي، يعني طلعت بالعافيه كده، جمدت قلبي وطلعت وكنت خايفه مره. وانا اصلا جبانه ما بحبش المغامرات. جنة تقعد تتحايل عليا، بس انا بصراحه ربنا يعني بحاذر، يعني بروح في اي مكان ببقى خايفه على اللي معايا كمان اكتر ما خايفه على نفسي. انا كنت خايفه على جنة وعلى نور، وخايفه من ان هم بقى عنفوان الشباب وان هم يتهوروا ويروحوا عند البحر وممكن يقعوا، في دماغي حاجات كتيره وحشه. فطول ما انا مش عماله اسمي وعماله اقول يا رب استرها يا رب استرها، وان انا خايفه بقى لا يقعوا في البحر، كل تفكير ان هم يقعوا يتعوروا في الصخور او يقعوا الميه تاخدهم ويغرقوا بعيد الشر. دي حاجات برضو طبيعيه اهي، هما بيسالوني بيقولوا كان في حاجه هنا او كده، بس ده من خلق ربنا يعني، مش من البشر هو اللي صنع المنظر. اقسم بالله جامد، حلو قوي، حاجات اصلا كلها شكلها جميل. حاجات ايه؟ الصخور يعني. الصخور هنا منظرها حلو، منظرها روعه. وكمان يا جماعه تابعونا، احنا هنروح شاطئ عجيبه بيقولوا عليه حلو قوي، بيقولوا على شاطئ عجيبه حلو، وشاطئ كليوباترا بيقولوا عليه في ممر كده زجاجي، ده لسه ما شفتهوش بس هنروح ان شاء الله. ممر زجاجي بتبقى الميه تحتك، بس انا خايفه من التجربه دي، يعني انا بخاف من الميه. فخليكم معانا هنوريكم شواطئ كتير. على فكره احنا رحنا برضو القريه البدويه وصورت فيها هناك، بس لسه ما عملتش مونتاج للفيديو. ممكن كتير على فكره رح. بس لسه ما نزلتش، لسه ما عملتش الفيديوهات. انا قلت لكم منتج الفيديو ده بتاع شاطئ الغرام، لان في ناس كتير عايزه تتفرج عليه عشان نازلينه، وناس اصحابي متابعيني فقالوا لي منتجي علشان احنا نازلين وهم موجودين في مرسى مطروح دلوقتي. فانا منتجت اول حاجه شاطئ الغرام اهو، وبعد كده ان شاء الله هنمنتج لكم بقى بتاع القريه البدويه وسوق ليبيا وشارع اسكندريه، هوريكم كل المعالم اللي موجوده في مرسى مطروح. فتابعونا. ده بقى هو احنا في طريقنا للصخره. جنة هتتجنى عشان نشوف الصخره، شايفين الصخره البعيده دي مسافه كبيره برضو، من اول ما احنا صورنا من اول الصخور لحد الصخره الكبيره اللي ليلى مراد صورت عندها اللي هي هناك دي. فهي احنا بقى عايزين نروح نشوف ليلى مراد صورت فيها ازاي او كده. وفي الاخر ما طلعتش برضه. لا كانت عايزه تطلع فوق، انا هوريكم منظر الصخره وحواليها عامل ازاي. وجنة هانم كانت عايزه تطلع فوق الصخره من فوق. بصوا هي اهي زي ما انتم شايفين اهو، في ميه ضحله يعني قليله جايه من البحر برضه، والصخور هنا بتعور وماشيين كده زي ما انا قلت لكم يا جماعه. انا سوري يعني في اللفظ ان انا ماشيه حافيه، ما كنتش جايبه الشوز بتاعي، فكنت خايفه هتزحلق كل شويه، والله لازم كل شويه احس ان انا هتزحلق وامسك نفسي، فكنت ماشيه بحذر كده. فزي ما انتم شايفين اهو الميه عماله تعمل ازاي، دي الميه دي جايه من الامواج، من الامواج اللي على البحر والصخور كده زي ما انتم شايفينها. احنا في طريقنا للصخره الكبيره اللي انتم شايفينها هناك دي، فعمالين بقى نتلكع واحنا ماشيين نصور، ونور وجنة يشوفوا الكابوريا عايزين يصطادوها. بصوا انا دي رجلي دي.
فخليكم معايا بقى كده ما نشوف هنوصل للصخره بالسلامه ان شاء الله. اخيرا يعني قربنا من الصخره، وطول ما هم مش عارفه هو بيبصوا في الارض على ايه، بيدوروا على سمك وكابوريا. يعني لو لوحونا لوحوا عنينا عشان السمك والكابوريا بتاعهم. وشوف الميه دي جايه من الامواج، تخيلوا الموجه من كتر ما هي يعني عاليه الميه دي كلها من دي الصخره. بصي يا جنه هانم، ادي الصخره اللي جنه عايز تطلع عندها وانا رفضت. ليه بقى؟ الاثنين اللي قاعدين دول راجلين، يعني اكيد هيعرفوا يصرفوا، واكيد اطول من جنه، واكيد بيعرفوا. يلا يا جنه بقى تعالي صورتك، يلا تعالي يلا انزلي بالراحه اعملي معروف. وعي نور، على فكره كان في حد متعور هنا. ممكن تقع تتعور. بصوا حواليها ميه، وزي ما شايفين الامواج عامله ازاي. هي الصخره دي مش بتقع؟ لا، هو ربنا خلقها كده، مش لا مش هتقع، هي موجوده كده وجنة عايز تطلع فوقيها. انتوا شايفين ان هي الصخره دي مش عاليه، بس هي عاليه. بصوا الناس اللي واقفه جنبها، شايفين الناس اللي واقفه جنبها، يعني يا دوبك الحته الاولانيه دي جايبه راسهم بالعافيه، بس هي عاليه، وعشان تطلعوا فوق كده يعني بصعوبه، مش اللي هو سهل. وجنة واقفه هي هتتجنن. يا ماما انا عايزه، وانا اقول لها لا ابدا. يا ماما عايزه اطلع، اقول لها ابدا. زي ما انتوا شايفين كده حواليها ميه من كل ناحيه. هي ناحيتنا يعني ممكن تكون الميه قليله، بس انا خايفه برضو يكون هي مش هتعرف تطلع عليه، هي مش هتعرف تطلع على الصخره، ممكن تقع. فانا ما رضيتش اخليها تطلع. وكده اهو ده مسرح ليلى مراد اللي احنا شفناه من بره قصادها، بس احنا شفناه من بره تمام. وقلت لكم عنده كده زي نظام لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه، وانتظروا مننا حلقه جديده في مكان جديد. تابعونا هنوريكم مطروح كله.